جيلك يمكن السنه دي برضو كانت سنه موفقه ليك الحمد لله، يمكن بداناها شويه من ورا بالاولمبياد، يعني اكيد يعني وسام على صدر اي لاعب انه شايف الاولمبياد حتى لو ما لعبش دقيقه، مجرد انه اسمه اتحط في لعيب اولمبي شرف كبير جدا. فانا بتهيألي ما اعرفش رايك ان كانت سنه يعني سعيده عليك، رايك ايه؟ طبعا يعني كنت مبسوط زي ما حضرتك قلت، يعني موضوع الاولمبياد ده حتى لو ما شاركتش فيه دي شهاده فعلا اعتز بيها انا وسام على صدري. طبعا بعد كده طبعا شاركنا في الانديه العربيه الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز يعني نفوز باللقب، يعني كنا احنا حاملين بيه، وقدرنا الحمد لله في ماتشات الجميع ماتشات الدوري اللي كابتن سيد اتكلم عليها. بعد كده الحمد لله توجنا بالدورات المجمعه، وشاركنا كمان مع منتخب مصر في الكاميرون في بطوله افريقيا. صحيح، كان معايا شادي، فالحمد لله طبعا كان موسم الحمد لله الحمد لله يعني كان ناجح يعني الحمد لله. لله. ويمكن هو يمكن توقفات اللي قال عليها كابتن سيد لان انتوا توقفتوا فتره طويله جدا، وكان انتخابات الاتحادات وبعد كده جت برضو كورونا عطلت الدنيا شويه. بالظبط، فده كان موسم صعب. طب انت بتعمل ايه يعني انتوا كلعيبه لما يبقى عندكم مفيش ماتشات، خاصه ان تنس الطاوله حلاوتها في ماتشاتها؟ طبعا معلش يعني مهما اتمرنت الماتش ب 50 تمرين. طبعا كنتوا بتعملوا ايه؟ لا وانا كنت محظوظ شويه زي ما كابتن سيد قال لحضرتك ان انا كنت بلعب في الدوري الاسباني السنه دي، فطبعا الموسم في مصر توقف من شهر 10 وبعد كده رجعنا شهر 5، بس احنا كنا محظوظين شويه ان احنا عندنا مشاركات في الدوري الاسباني، فالحمد لله كنا محافظين على الفورم يعني الحمد لله. وكورونا ما كانتش مأثره على الدوري يعني الدوري الاسباني او الدوريات اللي في اوروبا؟ كورونا ما كانتش مأثره؟ لا اثرت طبعا، لا اثرت شويه على في العالم كله، كانت مأثره وفي مصر وفي اسبانيا وقفنا شويه، بس هم في يعني في اسبانيا الدنيا فتحت اسرع شويه من مصر فالحمد لله يعني. طب السنه دي برضو ان شاء الله انت وكابتن سيد ناويين برضو تطلعوا بره تلعبوا لكم برضو في دوري تاني ولا على حسب؟ لا انا مكمل في اسبانيا، مكمل. وان شاء الله يعني كابتن سيد يكمل برضه في اسبانيا.